الحمد لله رب العالمين، منزل البلاغ المبين ومرسل النبي الأمين، وصلاة وسلاما على أحمد الأنبياء والمرسلين، وبعد. أهلا وسهلا بكم محب العربية وعشاقها من كل فج ومن كل فوج في منصتنا الرائدة، منصة مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة، حرسها الله وحفظها. يشكل المصطلح جزءا مهما في التأليف العلمي، فهو من أدوات التعبير عن المفاهيم العلمية، وقد اهتم العلماء العرب والمسلمون بالمصطلحات العلمية والفنية منذ عهد مبكر، لكونه من مكونات العلوم ومفاتيحها. والمصطلح العلمي أداة للمعرفة، ونموه وتطوره مرتبط أشد الارتباط بنموها وتطورها، فالبحث في المصطلحات ونقل مفاهيمها من لغة إلى أخرى هو الأساس الذي يقوم عليه الاصطلاح. وتعتمد اللغة العربية في توليد المصطلحات الجديدة عددا من الآليات، منها الاشتقاق والمجاز والاقتراض. فالاشتقاق أخذ كلمة أو أكثر من أخرى لمناسبة بين المأخوذ والمأخوذ منه في الأصل اللفظي، ليدل بالثانية على المعنى الأصلي مع زيادة مفيدة، لأجلها اختلفت حروفها أو حركاتها أو هما معا، وذلك وفق صيغ معروفة لها دلالات خاصة، حيث تصب الجذور في قوالب معينة يحمل كل منها هيئة مختلفة وزيادات صوتية، فتبقى دلالة الألفاظ المشتقة مرتبطة إلى حد بعيد بالجذر، وتعرف هذه القوالب بالصيغ الصرفية، ولكل صيغة شكلها الخاص الذي يميزها عن غيرها من الصيغ. ولقاؤنا اليوم عنوانه الاشتقاق ودوره في توليد المصطلح العلمي العربي. أصحابنا فيه سعادة الأستاذة الدكتورة خلود العموش، الأستاذة في الجامعة الهاشمية في الأردن، والأستاذة الدكتورة خلود إبراهيم العموش، أستاذة اللغة والنحو في الجامعة الهاشمية، شغلت منصب عميد كلية الآداب ونائب عميد كلية الآداب وعضو مجلس الجامعة لعدة دورات. أسست مختبر تحليل الخطاب في الجامعة الهاشمية خلال فترة عمادتها، وهي عضو الهيئة الإدارية للمختبر حاليا. شاركت في عدة مشروعات علمية للنهوض باللغة العربية، وشاركت في عشرات المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية، ولديها عدد من الكتب والبحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، ومن مؤلفاتها كتاب الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النص والسياق، مثل من سورة البقرة، سورة العربية في وسائل الإعلام والاتصال، تأليف بالاشتراك، واقع تعليم العربية للناطقين بغيرها في المملكة الأردنية الهاشمية، تأليف بالاشتراك، ومن بحوثها المحكمة المصطلح العلمي العربي، إشكالية المنهج، ضمير الفصل في العربية ودوره في أداء المعنى، التعازي في التراث العربي، دراسة في البنية والدلالة وغير ذلك. فمع الأستاذة الدكتورة خلود العموش، وفقها الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا،
وزدنا من فضلك علما، إنك ربنا أنت العليم الحكيم. وبعد إذن لي أن أبدأ بشكر مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة ممثلا برئيسه الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي رئيس المجمع. وأيضا أحب أن أشكر الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي الزميل العزيز وعمله المقدر في إدارة الندوات والإشراف عليها في مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، زادها الله شرفا. والتحية أيضا الأستاذ الدكتور مصطفى شعبان مدير هذه الندوة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن تكون مفيدة للحضور جميعا. سأجعل هذه المحاضرة في المفردات الآتية: تمهيد بسيط حول العربية وسؤال الوفاء بمتطلبات العلوم والفنون وطرق تنمية الألفاظ في العربية، ثم أولا الاشتقاق حده وأقسامه وعناصره وآلياته اللغوية، ثم ثانيا المصطلح العلمي العربي وإشكالية المنهج، ثم ثالثا دور الاشتقاق في توليد المصطلح العلمي العربي قديما، ورابعا وأخيرا دور الاشتقاق في توليد المصطلح العلمي العربي حديثا. في التمهيد نقول إن اللغة هي الوعاء الذي يحفظ فكر الأمة ويستوعب حضارتها ويصل حاضرها بماضيها، ولا تكون اللغة رمزا حقيقيا للأمة إلا إن عبرت تعبيرا حقيقيا عن أغراض هذه الأمة، وعلى رأسها التعلم والتعليم، لأن الأمة التي يتعلم بنوها بغير لسانها لن يكتب لها المشاركة في سفر الإبداع قط. وكثيرا ما سمع جيلنا عن دعاوى عجز هذه اللغة العربية عن مواكبة والوفاء بسؤال الفنون والعلوم، وشغل الحديث عن المصطلح العلمي العربي جزءا كبيرا من هذا السؤال، خاصة مع التقدم الحضاري الكبير المتسارع الذي يشهده العالم حولنا. وتكاثر المصطلحات العلمية تكاثرا كبيرا جعل التفكير في طرق توليدها في اللغات المختلفة أمرا بالغ الأهمية. ومن المعروف أن العرب قد وظفوا كما أشار الدكتور مصطفى طرقا وأساليب مختلفة منذ القديم في توليد المفردات التي عملت على تنمية اللغة، وعلى رأسها التعريب أو ما يسمى بالتعريب الصوتي transliteration، والترجمة والنقل المجازي والنحت والاشتقاق الذي هو موضوع هذا اللقاء. ويرى الباحثون أن اعتماد اللغة، أي لغة، على طريقة بعينها في توليد المصطلحات أو الألفاظ يعتمد على مجموعة من العوامل اللغوية وغير اللغوية. بما أنه موضوع عن الاشتقاق فسأقتصر على العوامل اللغوية، ومنها مثلا درجة الصرفية التي تتمتع بها اللغة، بمعنى قدرتها على تحليل وحداتها إلى عناصر أولية، أو البنية أو التركيبة المفردية. بعض اللغات تقبل بناها بسهولة الاقتراض من اللغات الأخرى، وبعضها يميل إلى الاعتماد على الجذور الأصلية. ثالث هذه العوامل القيود أو الضوابط الصرفية التي تفرضها بعض اللغات على هيئة الكلمة. العامل الرابع هو مرونة النظام الاشتقاقي لتلك اللغة. اعتمادا على هذه المعايير الأربعة، خلص معظم الباحثين إلى أن مرونة النظام الاشتقاقي في العربية وضوابطها الصرفية وقدرتها على استخدام العمليات الصرفية المختلفة من إلصاق أو تضعيف أو تحول داخلي جعلها تعتمد اعتمادا رئيسا على الاشتقاق في توليد ألفاظه. هذه التقدمة، ونسير سريعا إلى الحديث عن ما هو الاشتقاق، حده وأقسامه وعناصره وآلياته اللغوية. يعد الاشتقاق كما قلنا من أهم وسائل العربية في توليد ألفاظها، أولاه الباحثون القدامى والمحدثون بالتأليف. يعني أنا أحصيت أكثر من 30 كتابا في القديم يعني يتصل عنوانها الرئيس بالاشتقاق، وأقل من هذا بقليل في المكتبة الحديثة.
مما يدل على عناية خاصة من القدامى ومن المحدثين بهذا الموضوع. مادة شقاقة التي يعني استُلَّ منها المصطلح تنصرف بشكل رئيس إلى الانصداع والتفرق، الانصداع والتفرق، وهو معنى له صلة واضحة بالمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي للاشتقاق هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا وتغايرهما في الصيغة. ويحده عبد الله أمين لأنه هو مهتم بإدخال أنواع الاشتقاق الأخرى وسع وقليلا، بأنه أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى جميعا. عبد الصبور شاهين اقتصر في تعريف الاشتقاق على استخدام الحركات في صوغ الكلمات من المادة على أساس قياس مضطرد. حقيقة أنا أختار تعريف أستاذنا الدكتور نهاد الموسى رحمه الله الذي حده بقوله: هو طريقة في تنمية اللغة وتوسيعها تقوم على تحوير العناصر الموجودة في اللغة وتولدها توليدا طبيعيا يحمل موسم الأصل أو المادة الأصلية، ويدور حوله ويتصرف على هيئات مختلفة وأبنية يفيد بها معاني مختلفة متنوعة توسيعية تنظر إلى معنى الأصل العام لكنها تتخصص عنه بألوان دقيقة من الدلالات. وهذا التعريف الحقيقة وجدت فيه كل العناصر الأساسية التي يعني نحتاج إليها في حد الاشتقاق. أما عند الغرب فهو علم يدرس المفردات وينحصر عمله وفقا لفاندرس بأخذ ألفاظ القاموس كلمة كلمة وتزويد كل منها بما يشبه أن يكون بطاقة شخصية يذكر فيها من أين جاءت وكيف صيغت والتقلبات التي مرت بها. فهو يدرس الطريق الذي مرت به الكلمة مع التغيرات التي أصابتها من جهة المعنى ومن جهة الاستعمال، ويصف مارتيني المعنى الاشتقاق بأنه عملية توليد ممركز. يمكننا أن نلمح طبعا العلاقة بين المعنى اللغوي والاشتقاق بوضوح من قضية الصدع، فالمادة اللغوية تنصدع أو تتفرق إلى يعني أبنية وتخرج تراكيب جديدة تحمل ميسم الأصل لكنها تتخصص عنه بدلالات جديدة. أقسام الاشتقاق معروفة عند القدامى والمحدثين وتنوعوا في تقسيمها ما بين قسمين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أو أكثر، لكن نحن سنختار تقسيم الرباعي لعبد الله أمين الذي جعله في الأقسام الآتية. طبعا طنطاوي دراز أضاف الاشتقاق الأسلوبي وأنا لا أراه من الاشتقاق. تصنيف عبد الله أمين يجعله في أربعة أقسام: القسم الأول وهو المعروف وأنا أسميته الاشتقاق العام أو الصغير أو الأصغر، كلها تسميات لمسمى واحد، وهو المعروف الذي تنبثق المادة من جذر وتحافظ على ترتيب الحروف الأصول وتتفق فيها. كما قلت بعضهم يسميه الصغير أو الأصغر. تحفظ مثلا ابن الحاجب فرق بين الأصغر والصغير فجعل القلب اللغوي للصغير وجعل الاشتقاق العادي للأصغر. ترى الباحثة أن هذه التسميات الثلاثة هي لمسمى واحد، وتفضل مصطلح الاشتقاق العام لأنه لا يحمل النسبية التي يحملها أصغر وصغير وأكبر وكبير، ولأنه إذا أطلق هكذا هو ما ينصرف إليه الذهن. هذا الاشتقاق يشترط اتحاد المشتق والمشتق منه في الحروف الأصول وفي ترتيبها وفي الدلالة العامة، وبوساطته يمكن توليد المئات من الألفاظ من جذر واحد: كتب، كاتب، مكتوب، مكتب إلى آخره. النوع الثاني هو الاشتقاق الكبير أو ما يسمى بالقلب اللغوي، ويعني يعزى إلى ابن جني أنه أو يشار إلى أن ابن جني قد أولع بهذا الضرب وسماه الاشتقاق الأكبر، وذكر أن هذا الموضع لم يسمه أحد من أصحابنا كما قال،
لكن أبا علي الفارسي كان مغرما به دون أن يسميه، مثلا مادة جبرة ورجبة وبجرة وبرج و كلها تحمل معنى القوة والشدة، ويفترض أن بينها معنى عام مشترك. وهو نفسه ابن جني أقر بأن هذا الضرب من الاشتقاق صعب التطبيق على كل مفردات المادة اللغوية، ولم يتحمس له كثير من العلماء القدامى أو المحدثون، فيما تحمس له علماء مثل ابن السراج مثلا من القدامى، الشيخ أحمد الإسكندري من المحدثين، الشيخ العلايلي، أحمد الأخضر غزال، ورأى فيه الأستاذ أحمد الأخضر غزال أسلوبا جريئا ووسيلة غنية للتوليد، فيما اعتدل بعضهم في الحكم وقال قد نفيد منه دون أن يعظم من شأنه مثل رمضان عبد التواب. الذين تحمسوا لهذا الضرب من الاشتقاق الكبير يعني لم يشرحوا لنا كيف يمكننا أن نفيد منه في توليد المصطلحات باستثناء أمثلة متفرقة، يعني اعذروني إن قلت أنها يعني أمثلة بسيطة ويمكن أن نقول عنها سخيفة أحيانا، ولم ترقى إلى درجة أداء المصطلح العلمي بفعالية كبيرة. مثلا عبد الله أمين اقترح لعطة وعلطة، إحداهما للمادة التي تزجج بها الحواجب والأخرى للمادة التي تطى بها الخدود. الكلمة أصلا صعبة وغير متداولة، والفرق كبير بين الأمرين. مثلا سوار ورسوة، سوار لما تضع المرأة في يدها من زينة من حلي من الذهب والفضة، ورسوة لغيره من مثلا الخرز أو غيره من غير الذهب والفضة. أمثلة كما قلت، وهي أمثلة لا تسعفنا كثيرا بآليات واضحة للإفادة منه في توليد المصطلح العلمي العربي. وأكثر الدارسين يجعل القلب المكاني من قبيل الظاهرة الصوتية التي ترتد لأسباب لهجية لا أكثر. ويعني حين ننظر في المعاجم، وقد أجرى بعض الباحثين دراسة على معجم تاج العروس في جامعة الكويت، ووجد أن الجذور الثلاثية الناتجة عن تقليب الحروف الهجائية 28 تبلغ 21952 جذر لا تعرف العربية منها، هذا عن طريق التقليب، سوى الثلث حوالي 7597 هذه لها معنى، والبقية بلا أي استعمال وبلا أي معنى، وينطبق الأمر على الجذور الرباعية والخماسية التي أكثرها أصلا من الدخيل أو المعرب. وهذا كم متواضع إذا قورن باتساع العربية وقدرتها على توليد الألفاظ من خلال الاشتقاق العام. النوع الثالث هو الاشتقاق الأكبر أو الإبدال اللغوي، وهو المعروف بالإبدال. مثلا نبتة، نبغة، نبقة، أن تبدل صوتا من الأصوات. ونفى كثير من الدارسين أن يكون لهذه الظاهرة اللغوية أي حدود في تنمية الألفاظ أو توليد المصطلحات، وهو كسابقه لم يظفر إلا بأمثلة قليلة لدى الدارسين، من مثلا نجد عند عبد القادر المغربي مثلا أرثى وأرفة. أرثى للمنار يوضع حدا بين أرضين متجاورتين دفعا للنزاع، حجر أو نحو يوضع علامة، وأرفى للحدود بين الدول، أرثى بالثاء وأرفى بالفاء، وغمرة وغمنة للتفريق بين باودر وكريم باللغة الإنجليزية. وتعليقنا كسابقه، لا نجد أن هذه الأمثلة تعبد الطريق لتوليد المصطلحات من هذه الطريقة. فإذا انتقلنا إلى النوع الرابع أو النحت أو الاشتقاق الكبار، وهو توليد كلمة أو بناء كلمة جديدة من كلمتين أو أكثر، بحيث تكون الكلمات متباينة في المعنى والصورة، وأن تكون الكلمة الجديدة آخذة من جميع هذه الكلمات بحرف في اللفظ وتدل على جميعها في المعنى. وأول من أطلق عليه اسم الاشتقاق الكبار عبد الله أمين، والحقيقة تباين الباحثون تجاه النحت، فبعضهم رآه غريبا عن نظام العربية الاشتقاقي، ورأوا أن العربية غير نحتية، وما ورد منه كان بغرض الاختصار والاختزال ليس إلا. فريق ثان رآه جزءا أصيلا من النظام الاشتقاقي تحمس له، وفريق ثالث عده من قبيل الاشتقاق لكنه ليس اشتقاقا بالفعل.
شغل مجمع القاهرة في بواكره بقضية النحت، وضع أكثر من باحث، محمد كامل حسين، الشيخ أحمد والي، الشيخ أحمد الإسكندري، الأب أنستاس الكرملي، مصطفى جواد من العراق، بقضية النحت وناقشوها، ورأوا بشكل عام أنه ثقيل في الأذن العربية في ما تحمس له محمد صلاح الدين الكواكبي، واستخدموا في المصطلح الكيميائي مثل حمضلون، حمض زائد خل، حمضليد، حمض زائد ألديهايد إلى آخره. الدكتور نهاد الموسى وضع مؤلفا في النحت، وخلص فعلا إلى أن العربية من أسرة لغوية طبيعتها غير نحتية، وأن العربية لجأت إليه في حالات محددة جدا طلبا للاختصار. والناظر في المصطلحات العربية في العصور الأولى يجد أن العرب كانوا يرون أن التعريب أهون بكثير عليهم من مسألة النحت الذي يأتي على غير أوزانهم أو تناسق أصواتهم أو توائم مقاطعهم. طبعا وجدنا مثلا الأمير مصطفى الشهابي يضع مصطلحات زراعية عن طريق النحت، لكنها فعلا بدت نابية، مثل مش اللوز، وهو التطعيم من المشمشي واللوز. من الذي سيفهم أن هذه اللفظة ترتد إلى مشمش ولوز إلا إن كنت خبيرا بطريقة الوضع أو غيره؟ السؤال الذي يعني يجب أن نطرحه الآن هو أي أنواع هذا الاشتقاق، هذه الأنواع، هو الذي يسهم في تنمية الألفاظ؟ إن الاشتقاق المعول عليه في توليد المصطلحات هو العام أو الصغير أو الأصغر، وهذا هو رأي أكثر الباحثين، ومنهم إبراهيم أنيس وأحمد عيسى وأنيس فريحة وحسين والي وشحادة خوري وعبد الجبار محمد علي ونهاد الموسى وكثير آخرون، بل إن أكثر أولئك لا يرون الاشتقاق إلا العام، ولا يعدون بقية الأنواع من به الاشتقاق. ونحن نقول إن هذا الموقف لعله مستمد في النظر مما هو كائن، أما مما يمكن أن يكون وهو مبني على عمل أهل اللغة ونشاطهم، فيمكن أن يفتح أبوابا، وحتى ذلك الحين فسيكون حديثنا محصورا على النوع الأول وهو الاشتقاق العام، والذي نعده مزية كبيرة فريدة من مزايا العربية، حيث تجتمع المفردات على شكل أسر، أسر ذات ميسم دلالي واحد، حدقة، مادة حدقة، حديقة، أحدقة، حدقة العين، وتعني الإحاطة بمادة مثلا جننة وجنينة وجنائن وإلى آخره، وجن وجنة وإلى آخره، تعني الاستتار وهكذا. وهذا لا نجده في اللغات الأخرى، هذا الاجتماع على شكل أسر اللغوية. أحيانا تضيع الروابط بين مجموعة الكلمات التي تنتمي إلى أصل واحد، مثلا رايت، بوك، لايبراري، ستجد أنها تؤول إلى جذور مختلفة، تكاد الأنساب اللغوية تغيب بين الألفاظ، وإلا إن عدت إلى ما يسمى بالمعاجم الاشتقاقية، وهذه لا يعود إليها إلا المتخصصون. ويشبه الدارسون عملية الاشتقاق بمواد البناء أو المواد الخام، حيث يمكنك من مواد البناء أن تصنع فيلا، بيتا، قصرا، عمارة، سجن، قصر إلى آخره، أو كالمعادن التي يمكنك أن تصوغ منها طائرات أو سيارات أو قنابل أو ساعات أو أجهزة مختلفة. طبعا شروط الاشتقاق العام معروفة، توفر جذر صامتي يتكون غالبا من 3 صوامت، وقد تكون 4 أو 5 أحيانا، وأن تلتزم هذه الصوامت ترتيبا واحدا في الصور الاشتقاقية جميعها، وألا يتغير أحد الصوامت في أي صيغة مشتقة منه، لأن تغير الصامت يعني مادة لغوية جديدة. مما سبق يمكننا تحديد عناصر الاشتقاق العام بأنها قدر مشترك من الحروف بين الألفاظ التي تعود إلى أصل واحد، ويسمى ذلك بالجذر اللغوي، القوالب والأشكال أو الصيغ، وتسمى الأبنية والأوزان، قدر مشترك من المعنى بين الألفاظ. سأدع كل العناصر وأتحدث عن قضية الأبنية والأوزان قليلا. امتازت العربية بكثرة الأبنية والصيغ، وهذه القوالب هي التي تعطي للكلمة شكلها ودلالتها الوظيفية،
وهي تحمل جانبا من معنى الكلمة. حتى لو لم تكن تعرف المعنى، من خلال هذا القالب أو هذه البنية يمكنك أن يعني تتنبأ بمعناها. فمثلا لو بعث أحد الأعرابي ما قبل الإسلام مثلا حيا من العصر الجاهلي، ثم قيل له في هذا الزمان كلمة مذياع، هو قادر على معرفة جانب كبير من معناها، حتى لو لم يرى الراديو أبدا أبدا، من خلال الجذر ذياع ومن خلال البنية مذياع، مفعال، اسم آلة، فإلى حد كبير يمكنه أن يتنبأ بمعناها. الأبنية كثيرة، وأول من حاول جمعها سيبويه، جمع مثلا أبنية الأسماء في 308 أبنية، وزاد ابن السراج حوالي 22 بناء، ثم زاد الجرمي عددا آخر، وأضاف ابن خلوي وإلى آخره. وقال السيوطي إنهم تركوا أضعاف ما ذكروا كل أولئك. فأبنية العربية كثيرة، وتصنف ما بين أبنية كثيرة الاستعمال كالمشتقات الأساسية، اسم الفاعل، اسم المفعول إلى آخره، وبعضها قليلة الاستعمال مثل فعالية، رفاهية، علانية، سواسية، وبعضها نادرة الاستعمال مثل وزن، فعلوت، مثل ملكوت مثلا. والغريب أن نجد باحثا يرى أن هذه الأبنية والأوزان تشكل قيدا على نمو الثروة اللغوية أو اللفظية في العربية، ولا نرى في هذا الادعاء ما حتى يحتاج إلى الرد، أنها تحفظ الميسم لمجموعة الصيغ، مجموعة الكلمات التي تنضوي تحت جذر واحد، وتعطيه جزءا من المعنى أيضا. فأنت تعرف أن مثلا مفعل تأتي للدلالة، أو مفعلة تأتي للمكان، وأن مفعل تأتي للدلالة على الآلة، وهذا يعني يحفظ للعربية سيرورتها وتواصلها من قديم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طرحت أسئلة أعتقد أنها جوهرية في هذا الموضوع، هل نستطيع أن نتحدث عن تطور الأبنية؟ بمعنى هل يمكننا نحن المحدثين أعني أن نولد أو نضع أبنية جديدة؟ هل لنا أن نأتي بصياغة جديدة؟ أم هل يمكننا أن نلبس الأبنية القديمة معاني جديدة إلى آخره؟ وحاول العلماء المحدثون الحقيقة أن يجيبوا عن هذا السؤال، وبعضهم تحفظ وقال الأفضل أن نحاول استثمار الأبنية الماثلة استثمارا كبيرا، إذ لم نقم باستثمارها كما ينبغي، أفضل من، وهذا لا يمنع من توليد أبنية جديدة، لكن على أن تكون على سبيل الاتفاق. مثلا وزن فعلنا يعني اختلفوا فيه كثيرا، مثل شرعنا مثلا إلى آخره اختلفوا فيه كثيرا، هل يجوز في النسبة أتفق بين تاريخي وتاريخاني مثلا. هنالك حديث كثير عن هل نستطيع أن نولد أبنية إذا كانت محل اتفاق وتحمل دلالات جديدة وضمن عمل المجامع وأهل اللغة، ولا تخالف أصلا من أصول اللغة. أرى ما يمنع ذلك، ولكن الأفضل أن نستثمر ما هو ماثل وتوسيع الدلالات كما فعلت مجامع اللغة العربية في القاهرة ودمشق وبغداد وعمان. مثلا على وزن فعلان الدال على الاضطراب، يمكننا أن نقول هرمان مثلا، وهكذا. أيضا هنا يتحدث بعض الباحثين عن قضية تسمى مصطلح المنازل الشاغرة، خاصة في الدراسات اللغوية المقارنة، مثلا يعني اقتران اللغة، أو كيف تفترق اللغات في التعبير عن قوالب الصياغة ونماذجها. مثلا تخلو العربية من صيغة تدل على اسم المفعول المشتق من المبني للمجهول، مثلا زي acceptable، eatable إلى آخره. فما كان من مجمع اللغة إلا أنه مثلا اقترح المصدر الصناعي أو المضارع المبني للمجهول مثل يذاب أو مذوبية أو مفهومية، مصداقية، مقولية. في المقابل سنجد أن الفرنسية تخلو من أشياء موجودة في العربية وأيضا الإنجليزية، مثلا المصدر الدال على الحدث من الفعل المتعدي والاسم الموضوع للدلالة على ثمرة الحدث، إخبار خبر،
لا نجد مماثل له في الفرنسية والإنجليزية. فالفواصل الدلالية بين تنظيم وانتظام ونقد وانتقاد، لا نجد مثل هذه الفروق الدلالية في هاتين اللغتين. طبعا هذه الفراغات المعجمية أو المنازل الشاغرة كانت محل يعني بحث من العلماء في المجامع، وفي أيضا وضعوا المصطلحات لدى وضعي المصطلحات في الجامعات. ما هي الآليات التي يسلكها الاشتقاق العام في وضع الألفاظ أو المصطلحات؟ حاول القدامى أن يرصدوا ما هي التغييرات بين الأصل والفرع أو المشتق والمشتق منه، وحصرها السيوطي في 15 تغييرا، ويمكن للمهتم أن يعود إلى المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لكن المحدثين جعلوها في العمليات الآتية: أولا الإلصاق بأن تضيف حرف أو أكثر على الجذر في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها. واللواصق نوعان: لواصق دلالية مثل لصقت مثلا السين في المضارع سأسافر الدالة على الاستقبال، وأيضا لاصقة المثنى طالبان إلى آخر مؤمنون. وهنالك لواصق اشتقاقية مثل لواصق المضارعة لاصقة الميم مسافر مثلا إلى في الاسم الفاعل اسم المفعول. أما العملية الثانية فهي التحول الداخلي، وهي من الكنوز التي يمتاز بها النظام الاشتقاقي في العربية بواسطة الحركات. فيمكنك أن تقول مثلا كتب، كتب، كتب إلى آخره. فهذه طريقة التحول الداخلي. والطريقة الثالثة هي التضعيف، بدل درب، درب، درس، درس إلى آخره. هلا هذه الطرق يمكنك أن تولد من الجذر الواحد بعض. طبعا الجذور تختلف عن بعضها، بعضها جذور نشطة وبعضها جذور خامدة. ولذلك سنجد أنه مثلا حرف الراء في لسان العرب قليل، مثلا كثير أقصد، حرف الضاد يعني مادته أقل، هنالك جذور نشطة وهنالك جذور خامدة وهنالك جذور متوسطة النشاط. ومثلا مادة سهرة، أجرى أحد الباحثين المجمعيين في القاهرة يعني ما هي الكلمات التي يمكننا أن نولدها من الجذر سهرة، فوجد أننا نستطيع أن نستخرج أكثر من 500 كلمة كلها ذات معنى، وهي مفيدة جدا في علوم مثل الجيولوجيا، علوم الأرض والكيمياء والفيزياء وغيرها. مثلا سهرة، أسهرة، سهرة، ساهرة، استسهرة، سهرة وغيرها، حوالي 500 كلمة. وهذا يعني هذه وفرة لا نكاد نجد مثيلا لها في اللغات الأخرى. أيضا المشتقات القياسية باب عريض لتشقيق الكلمات ذات الدلالات الواضحة. الاشتقاق من الأعجمي من الآليات التي تسمح بها اللغة، فمثلا ديوان ودون وتدوين. ويمكننا على غرار ذلك أن نقول تلفن وفسبك وأتمت وفبرك وكهرب وإلى آخره. أيضا آلية الاشتقاق من الجامد مثل تجورب من جورب، ومذهب من الذهب، ومفضض من الفضة، ومجصص من الجص. استحجر الطين أي جعله حجرا، استنوق واستأسد واستنسر وإلى آخره، وكله اشتقاق من الجامد. هلا علينا أن نشير إلى مثلا مزايا هذا النظام الاشتقاقي بين العربية مثلا واللغات الأوروبية باعتبارها لغة العلوم هذه الأيام. مثلا اللغات الأوروبية غالبا ما تميل إلى الإلصاق، وإن كان مثلا الإنجليزية لغة اشتقاقية، لكنها تميل إلى السافكسز والبريفكسز اللي هن السوابق واللواحق. تمتاز العربية لديها إلصاق وإن كان ليس كبيرا، مثل لاصقة الواو والنون أو الياء والنون في جمع المذكر السالم مؤمنون، أو آت مؤمنات، أو مثلا لاصقة التثنية أو غيره. لكن تمتاز العربية بما يسمى بالإنفكس. الإنفكس ما في باللغة الإنجليزية، اللي هو يترجم
طبعا اخواننا السوريين لهم مقابل جميل للسوابق واللواحق اللي هن بسموها الصدور والكواسع، احب هذه التسميه وهي فريده جميله ودالة. تمتاز العربيه بالانفكسس، الانفكسس اللي هي الحشو، اللي هي زياده في وسط الكلمه والتحول الداخلي او الدواخل بعضهم يترجمه، جدا هذا تمتاز به العربيه عن غيرها. يجمع الدارسون يعني العرب والغربيون أن الخاصية الاشتقاقية أكثر نظامية عنها في اللغات الأوروبية، وسهولة رد الكلمة إلى جذورها. يعني أحيانا أنت تقرأ قصيدة لتشوسر تحتاج إلى أكثر من معجم اشتقاقي لتجد الرابط بين الكلمة وأصلها، لكن هذا لا نجده. يمكنك أن تقرأ كتاب الله بمنتهى السهولة وأن تعرف معنى الكلمة حتى لو لم تعرف معناها الدقيق من خلال الصلات بين الأصلي والفرع. يضرب مثال على هذا الفعل الثلاثي، الفعل ذو الثلاثي، عبر تغيير حركاته يمكنك أن تستخرج أكثر من 20 نوعا من أنواع الحدث، ثم أن تستخرج من كل منها أكثر من 20 اسما من كل فعل من هذه الأفعال. الفعل الثلاثي قابل للتشكل في 400 كلمة تقريبا، وهذه مزايا، يعني كل واحد منها ذو لون وذو معنى دقيق، لا نجد ما يماثل ذلك في اللغات الأوروبية. لا نقول هذا يعني على طريقة كل أحد يعني يحب ما لديه، ولكن هذا دراسات علمية قالها كثير من المستشرقين أيضا الذين درسوا النظام الاشتقاقي في العربية. إذا انتقلنا إلى المصطلح العلمي العربي في مسيرته التاريخية، أشار أخي الدكتور مصطفى إلى أهمية المصطلح العلمي في اللغة العلمية، وأنه يمثل جهاز من الدوال التي تكفل التكاثر والدلالة الواضحة والدقيقة للمعنى العلمي. والمصطلح هو اتفاق قوم على تسمية شيء باسم بعد نقله من موضوعه الأول لمناسبة بينهما أو مشابهتهما في وصف أو غيره، وقد يكون مفردا وقد يكون مركبا. مهم جدا قضية الاتفاق في قضية المصطلح، وهو تعبير ضيق في دلالته المخصصة، وهو كما قلت متفق عليه بين أهل التخصص الواحد، واضح إلى أقصى درجة ممكنة، وهو يندرج في إطار سياق خاص، نظام خاص بفرع علمي محدد. وعلم المصطلح من علوم اللغة أو علم اللغة التطبيقي، والتقدم العلمي جعلنا نهتم كثيرا بمعاجم المصطلحات. يمكننا أن نشير إلى أنه أول معجم مصطلحي واضح للمصطلحات التقنية اللي هو معجم شلومان 1906، ويقع في 16 مجلد، مبني على فكرة المفاهيم الدقيقة ذات الإطار الواحد، ووضع به 6 لغات، وألفه مجموعة من خبراء الدول الغربية. لكننا نحن عرفنا هذا الضرب من التأليف أقدم بكثير من هذا التاريخ. مثلا لو ذهبنا إلى كتب الخيل وكتب مثلا النبات، كتب الإبل، مثلا لو رأينا كتاب الإبل للأصمعي، أو أبوابا عن نتاج الإبل، حلبها، أعضائها، ألوانها، طريقة، فإن كان ذكرا فهو سقط، وإن كان أنثى فهو حائل، فإذا قوي ومشى فما ولدها صغيرا، فإذا ارتفع فهو الجادل، إلى آخره. نص دقيق جدا. وكذا إن ذهبت إلى فقه اللغة للثعالب، وإن ذهبت إلى المخصص، إلى آخره. فإذا ذهبنا إلى المصطلح العلمي العربي في مسيرته التاريخية، نقول لم يكن للعرب في الجاهلية معرفة علمية منظمة تؤسس على قواعد وقوانين وتوضع لها مصطلحات تضبطها. بعد الإسلام بدأت يعني قضية المصطلحات بالوفرة مع مجيء الدين الإسلامي، القرآن والسنة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الإمساك، النصاب، الشفعة، إلى آخره.
ثم بسبب القرآن الكريم، بسبب القرآن الكريم وضعت علوم كالفقه ومثلا علوم الدين جميعا، علم الأصول إلى آخره، ثم علوم اللغة، ووضعت في المصطلحات بسبب من هذه. الصوت، يقولون إن الصوت مشوش، لا أعرف إن كان من جانبي أو لا. قبل قليل كان ثم يتقطع انتقل دكتور. العرب إلى مرحلة، هل هو الآن أحسن؟ الآن نعم، الآن واضح دكتور. نعم. ثم بعد ذلك توسع العلوم. طبعا في البداية حينما اشتغلوا في الإدارة استعانوا بالمعرب، البريد والدينار والدرهم والديوان إلى آخره، ثم توسعت العلوم مع اتساع حركة الترجمة، فبدأ المترجمون على شكل جهد علمي منظم، وعول واضعو المصطلحات على النقل والاشتقاق والتعريب، وبدأوا يضعون المصطلحات في معاجم كما فعل صاحب مفاتيح العلوم، إحصاء العلوم للفارابي، التعريفات للجرجاني، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. المصطلح العلمي العربي في مسيرته التراثية كان غنيا، نجد وفرة في المصطلحات، وكان غنيا وكان قويا حقيقة. لم نلحظ أن العربية واجهت مشكلة في هذا المجال، مع أن الدارس لتلك الفترة الذهبية يظن للوهلة الأولى أننا سنجد سيولا جارفة من المصطلحات الأعجمية ودخلت العربية، إلا أن الباحثة عادت إلى عدد كبير من مظان المصطلحات ووجدت أن هذا الكلام ليس دقيقا أبدا، العكس هو الصحيح. وجدنا أن التعريب كان غالبا في بداية الأمر، ثم وجدنا الاشتقاق يملأ الشاشة بشكل واضح. فإذا ما انتقلنا إلى عصر النهضة والبعثات العلمية، رفاعة الطهطاوي والشدياق وناصيح اليازجي وغيرهم، اتساع حركة التعليم، ومثلا نشأت مدرسة الطب في القصر العيني في القاهرة، قد تستغربون أنها بدأت بالعربية وترجمت أمهات كتب الطب في ذلك الوقت، ترجمها أساتذة المدرسة، وأنهم ترجموا ما يزيد عن 76 كتابا في الطب في تلك الفترة المبكرة من تأسيس مدرسة الطب في القصر العيني. ثم مع تأثير نظام دانلوب، يعني عاد التعليم إلى الإنجليزية. فإذا يممنا شطر التجربة السورية، مدرسة الطب بجامعة دمشق نشأت عام 1919، ترجم أساتذة الطب في جامعة دمشق 80 مجلدا في فروع الطب، وأنشأوا مجلة طبية عام 1924، وطورت مصطلحات طبية كثيرة هذه المجلة. ثم نشأت المجامع في تلك الفترة ورفضت حركة المصطلح العلمي العربي، ونشأ بعد ذلك المكتب الدائم لتنسيق التعريب والاتحادات التابعة للجامعة العربية، جهود الجامعات، جهود فردية أيضا مثل معجم النبات لأحمد عيسى، معجم الحيوان لأمين المعلوف، هيثم الخياط ومرشد خاطر، المصطلح الطبي، جميل صليبة، معجم المصطلحات الفلسفية إلى آخره. السؤال التالي، إشكالية المنهج في وضع المصطلح العلمي العربي. كل المجامع اللغوية تلتقي على تقديم اللفظ العربي على المعرب، وتلتقي أيضا أن الاشتقاق هو باب العربية الأوسع في وضع المصطلح، مثلا مجمع القاهرة قدم الاشتقاق على غيره، وأجاز اللجوء للتعريب والنحت عند الضرورة فقط. أما المجمع العراقي فقد خص الاشتقاق بحظ وافر من التفصيل. الأردني أيضا وضع أن البحث في التراث عن لفظ مناسب هو الأولوية، ثم نلجأ إلى الترجمة والتعريب، والترجمة عن طريق الاشتقاق والنقل. المجازي، مكتب تنسيق التعريب عقد ندوة دولية عام 1981، خلص فيها إلى توصية بأن التوليد يأتي بعد البحث عن لفظة تراثية، وأن التوليد يشمل مجال الاشتقاق والتعريب والنحت. ولاحظوا أنهم يقدمون المجاز على الاشتقاق في هذه الندوة. أيضا عقدت ندوة أخرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مجمع اللغة العربية في عمان حول تطوير منهجية وضع المصطلح. نجد أن الاشتقاق ماثل بقوة، لكن مع تقديم أو تأخير بينه وبين المجاز.
وأيضا كان لهم توصية أن هذه المنهجية الموحدة يجب أن تركز على وضع مصطلح يتسم بالاضطرار والشيوع ويسر التداول. مهم مهم يسر التداول، هذا مهم جدا. أنا بقول الألفاظ تشقى وتسعد، بعض الألفاظ تجد هوى وسيرورة وتنتشر، مثلا هاشتاج وضع بمقابلها وسم، وسم لطيفة خفيفة ووجدت حقق الوسم كذا انتشارا، فوجدنا انه بينما مثلا كلمة سيلفي التي طغت على العالم في فترة زمنية وجيزة حين ظهر لم نجد لها مقابلا، فيسر التداول واطراد الشيوع والى اخره. ايضا ملائمته لانه يشتق منه الفاظ اخرى، هذا مهم جدا بحيث يعني يسهل توظيفه في التعليم وفي الكتب الدراسية. إذا ذهبنا إلى المحور الثالث، الوقت الآن 46، دور الاشتقاق في توليد المصطلح العلمي العربي قديما. سأقول ابتداء أن الباحثة عادت إلى عدد وافر من كما قلت من مظان المصطلحات في القديم والحديث، وخرجت به نتائج كبيرة. من الأمثلة سأعطي أمثلة فقط، مثلا حنين ابن إسحاق له 10 مقالات في العين ترجموا عن اللغة اليونانية، وسنفاجأ حنين ابن إسحاق بواكير العلوم البحتة، سنجد أنه يعني نسبة المعرب لا تكاد تذكر خلاف ما قد يتبادر إلى الذهن، يعني بين مثلا خلينا نقول حوالي 50 صفحة 4 مصطلحات من المعرب، 4 مصطلحات من المعرب، نقرس، أربية، شرناق، بورة. ما عدا ذلك سنجد عنده محجمة وظفرة وسبل وصداع وقرنية ونتوء وعفونة وإبراء وتحجر وتشريح وبلغم وغرغرة إلى آخره. فإذا ذهبنا إلى الرازي في القرن الرابع كتاب الحاوي أورد 1548 مصطلحا شرحها شرحا دقيقا، نسبة المعرب ضئيلة جدا لا تزيد عن 200 مصطلح معرب، بينما البقية إما عن طريق الاشتقاق أو النقل المجازي، والاشتقاق أكثر ووظف فيها أكثر من 100 وزن اسمي أو فعلي، من مثلا مجنوب وممعود ومكبود ومطحول ومحموم للمصاب بهذه الأعضاء، ومن الزحير اشتق فلان يتزحرن ويتنقرس وإلى آخره، والذبحة والذبول والشخوص والجذام والاستسقاء والاستفراغ والاقتلاج، ومن اسم الآلة مقراط وملقط وزراقة وإلى آخره. الخوارزمي مفاتيح العلوم، سنجد أن المعرب أكثر قليلاً ولا ندري السبب الحقيقة، حاولت الباحثة أن تجد سببا لكن لم تجد، من مشتقات التقطير والتكليس والتحليل والتشميع والتصدئة والإرداف. ابن سينا في القانون في الطب لجأ بشكل رئيس إلى النقل المجازي وثم الاشتقاق ثم التعريب، وألفاظه فعلا رائعة، فالتعريب يأتي رابعا عند ابن سينا. إذا ذهبنا إلى الجرجاني صاحب التعريفات سنجد أن المعرب يأتي على استحياء، والحقيقة أنه كان جامعا أكثر منه واضعا، فالأعجمي قليل جدا. المصطلح الطبي والصيدلي مثلا سنجد عند الزهراوي كثرة الاشتقاق بصورة واضحة مع توليد ألفاظ جديدة دخلت العربية كالكلاب وكال بطنة والتخمة والحصر والزحار إلى آخره، ووضعوا أسماءات المثبر أو المخبر مكان وضع المرأة والسبار والمسبار والمحراق لما يقاس به أو القمح، والكاره للماء لأي لا سماه القامح والقماح والطرفة التي تصيب العين والانتشار وهو إصابة رياض العين إلى آخره. يعني دكتور الخطابي في كتابه الطب والاطباء الاسلام اشار الى وفره المصطلحات العربيه. في المصطلح الكيميائي القديم سنجد المعرب اكبر نظرا لاسماء العناصر كالخارطين والبيراب والمشادر والزنجار والفيروزج، ولكن العمليات وجدنا عربي اكثر فيها كالتصعيدي والتقطيري والتراجمي والتشميعي
إلا والتشويه والتكليس والإزالة والتسامي والتطاير والامتزاج والتنقية والتصويل وإلى آخره. اشتقوا من الجامد، بلورة واستحجر ومموه ومبنج وإلى آخره. في المصطلح الصوتي الاشتقاق واضح: الإدغام، الإمالة، الإبدال، الاعتلال، التقريب، التضعيف، الانحباس، الشدة، الرخاوة. وحتى في المصطلح الموسيقي وضع مثلا الحسن بن أحمد بن علي الكاتب أكثر من 200 مصطلح عن طريق الاشتقاق في كتابه. نستطيع أن نقول حركة نقل العلوم في العصور الإسلامية الأولى في البداية مالت إلى التعريب لأن الترجمة في بواكرها، لكن بعد ذلك نضجت عملية النقل واستوت على سوقها ووجدنا وفرة. إن ذهبتم إلى كتاب الفلاحة لمؤلفين أندلسيين ستجدون عجبا في توليد المصطلحات عن طريق الاشتقاق. سأذهب سريعا إلى العصر الحديث. دور الاشتقاق، الوقت ضاغط والبحث كبير، دور الاشتقاق، لكننا سنسير على طريقة ما فاتك كله فلا يفوتك جله إن شاء الله. دور الاشتقاق في توليد المصطلح العلمي العربي، ونظرا لضيق الوقت فقد أقتصر على مجمع القاهرة. يذكر الدكتور مدكور، إبراهيم مدكور، أن المجمع وقف 70% من نشاطه في وضع المصطلحات العلمية عن طريق، يعني وقف 70% من نشاطه على وضع المصطلح، وأن الاشتقاق شغل أكثر هذا الحيز، أكثر هذا الحيز. يصف دكتور مدكور ذلك بقوله: كان هم المجمع أن ييسر من أمر الاشتقاق ويفك بعض قيوده ويشتق مما لا يشتق منه لتمكين العلماء من إيجاد كلمات ملائمة لأداء ما يعن لهم من معان. وكلما نجحوا في الاشتقاق استغنوا عن العامي والأعجمي. ولكن جهد مجمع القاهرة، يعني نستطيع أن نقول أنه قد أبدع في إصدار مجموعة كبيرة من القرارات العلمية فيما يتعلق بالاشتقاق، استفاد منها معظم المجامع العربية، ومن هذه القرارات ما يتصل بالاشتقاق من أسماء الأعيان، موضوع تكملة المادة اللغوية حتى لما لم يلد ولم يسمع، الاشتقاق من المعرب مع مراعاة القواعد التي سار عليها العرب في ذلك. وضعوا مثلا من الاشتقاق من أسماء الأعيان: أمم وتأمين، سوق وتسويق، وحدث وتحديث، وقعد وتقعيد. وأجازوا الاشتقاق من الاسم الجامد عموما ووضعوا له قواعد تفصيلية، مثلا بستر من مأخوذة من باستور العالم الفرنسي، بلورة من البلور، أو بلشفة وتلفن وفبرك وجبس وإلى آخره. انكب المجمع على دراسة المصادر فخصص مجموعة من الأوزان لأغراض معينة. لعل الجهد الذي بذله مجمع القاهرة في إيجاد أوزان ملائمة لبعض اللواصق بالإنجليزية، مثلا ناشناليزم، إزم هاي، أو إيشن أو إلى آخره، ما الذي يقابله في العربية؟ شغلوا بهذا كثيرا. ولأن خبرة المجمع كانت قليلة في ذلك الوقت مع هذه المصطلحات الكثيرة، وجدنا من يقول إنه يعني المجمع عمله ليس جيدا. ولكنني أقول إن تلك القرارات مهدت الطريق إلى ثبوت مجموعة من الأبنية للدلالة على المصطلحات العلمية المستخدمة بكثرة في الكيمياء والفيزياء وغيرها. يعني مثلا اللواصق التي تنتهي بايشن او بمثلا جراف او بميتر او غيرها، حاولوا ان يضعوا مجموعه كبيره من القرارات المتصله بهذا الامر. ما يكثر فيه الشيء مثلا اسماء الاله، يعني قعدوا لي 7 اوزان قياسيه بعد ان كانت 3. هذا جهد كبير جدا، وأصبحت الآن قارة في المعاجم الحديثة، خاصة حين اشتغل إخواننا في الشارقة واتحاد المجامع، معجم الشارقة ومعجم الدوحة، أيضا استفادوا من قرارات مجمع القاهرة في المادة اللغوية واستيفائها. فالسوابق واللواحق مثل ميتر وسكوب وجراف وغيرها، أو أويد يعني بصورة أو فورم أو لايك،
أو إيبل مثلا جدا اشتغلوا على هذا الأساس. درست الباحثة مجموعة كبيرة من معاجم من المصطلحات التي أصدرها مجمع القاهرة، ووجدت أن هنالك وفرة كبيرة، لكن هذا لا يخلو من انتقادات. بعض الباحثين قالوا هنالك ارتجال عشوائي، ليس المهم الحفاظ على اللفظ العربي فقط وقواعد العربية، هذا مهم جدا، لكن أيضا المصطلح العلمي يجب أن يبقى واضحا دالا دقيقا. من المصطلحات التي وضعوها: حماض وشحام وسبات وحراج وعوار وعصاب ونكاف وجواف وقلاء إلى آخره، وعدد كبير، أنا لا أستطيع الآن أن أقول هذا كله، صيغ كثيرة تتعلق بالمصطلحات العلمية. اسم النسبة مثلا، استخدموا اسم النسبة: لا نووي، لا جناحي، جلفاني، أسيتي، فولتي، اسم الأسماء المعربة استخدموا معها اسم النسبة. المصدر الصناعي: ديناميكية وبراغماتية وفلورية والواحدية، هذا الاشتقاق من المعرب. كان مثلا الحمزاوي انتقد عمل مجمع القاهرة، وقال إن حرص المجمعيين في القاهرة على سلامة العربية أحيانا كان يغلب الحرص على دقة المصطلح وانفتاحه. الباحثة لا ترى ذلك حقيقة. مجمع دمشق ركز على النقل المجازي أكثر من اللي هو البحث عن لفظة تراثية وإلباسها معنى جديدا. ابنتي في السنة الأولى في كلية طب الأسنان طلبت مني أن أحصل لها على معجم طبي، فذهبت وأحضرت المعجم الطبي الموحد الذي أشرف على إخراجه اتحاد الأطباء العرب، وبالذات إخواننا السوريين. فعلا وجدت أنهم يعتمدون على النقل المجازي. عيب مثل هذا الأمر هو جميل ويرد إلى كلمة يعني تراثية ولها معناها المعروف، لكن من لم يعرف الصلة المجازية بين الأصل والفرع سيجد يعني صعوبة في فهم المصطلح، وهذا غير المتخصص بالنسبة له مشكلة كثيرة. مجمع بغداد اهتم كثيرا بأسماء الآلة، ووضع الدكتور محمد بهج الأثري بحث الآلة والأداة، ومن مصطلحاته مكثاف ومحرار ومحماض وميزاب ومنزحة وملاح ومنطار ومكحال إلى آخره. سأشير إلى مجمع عمان، مجمع اللغة العربية في عمان له تجربة رائدة في أوائل الثمانينات وما بعدها، أنه قام بترجمة أمهات كتب الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء وهي مقررات السنة الأولى في كلية العلوم، ودرست لعام والعام الثاني، ثم تغير رئيس الجامعة للأسف وألغى تعريب التعليم في الجامعة في ذلك الوقت، لكن هذه الكتب، وأنا درست معاجم مصطلحاتها أو المسرد المصطلحات في آخرها، وأشير إلى على وجه التعيين إلى كتاب الفيزياء لطلبة كلية العلوم السنة الأولى اللي هو فيزياء 101 و102، وضعه أو أشرف على وضعه دكتور همام غصيب. هذه المصطلحات وضعت عن طريق الاشتقاق بلغة عربية جميلة رائقة، أدت فيما بعد أن يأخذ مجمع اللغة العربية في عمان جائزة الملك فيصل العالمية على هذه هذا التشقيق الجميل للمصطلحات. أشير أيضا إلى جهود مكتب تنسيق التعريب، درست ما يزيد عن 16 معجما للمصطلحات وضعها المكتب. أشير مثلا إلى معجم الطب والتشريح 30,000 مصطلح تدور على ما لا يزيد على 150 جذرا لا غير. معجم الطب والتشريح مثلا، معجم الفيزياء أحد معاجم الفيزياء لأنه أصدر أكثر، 5126 مصطلح، 50 معربة و8 منحوتة و5068 مصطلحا مشتقا. وأقول في النهاية أن الاشتقاق سيبقى باب العربية الأوسع في توليد المصطلحات، وعلينا أن نكثف الجهد للإفادة من إمكانياته الهائلة التي لم نستثمر منها إلا القليل. سيقول بعض الناس إن العربية، كما أذكر أنني كنت أدرس في أحد الأعوام مادة قضايا لغوية معاصرة، وأنني كنت أستضيف في بعض القضايا، فاستضفت عميدة كلية العلوم في الجامعة في جامعتنا في الجامعة الهاشمية لأسمع رأيه أنا وطلبتي حول تعريب التعليم. فسألته
كيف ترى مستقبل تعريب التعليم؟ هل ترى ذلك مناسبا؟ وهل سيؤثر ذلك في يعني التحصيل الأفضل للطلبة إذا درسوا بلغتهم الأم؟ فلف ودار وقال إن اللغة العربية منيحة ومحترمة وكويسة وإلى آخره، لكننا لا نستطيع أن نواكب حركة التأليف في الغرب، وبالتالي سنبقى نترجم وهذا جهد كبير. فقلت له، ويعني طلبتي أيضا قالوا أشياء شبيهة، سنترجم في البداية إلى أن نمسك بناصية العلم ونصبح نحن المنتجين له بعد ذلك، وسيترجم الآخرون عنه، لكن الترجمة مرحلة أساسية لنمسك بناصية العلم. وما يضيرنا إن ترجمنا؟ الدول الغربية تترجم بآلاف الملايين أو المليارات، تضع موازنات ضخمة للترجمة لتبقى محيطة بما حولها، لكنها مرحلة، وسنصبح نحن المنتجين للمعرفة، بعد ذلك سيترجم الآخرون عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن الإطالة. بارك الله فيكم يا دكتورة خلود، وشكرا لكم على هذه الورقة العلمية الجادة المكينة التي تفضلتم فيها بتوضيح مفهوم الاشتقاق وأقسامه من الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر والكبار واستخدامات كل منها في التوليد، كما تفضلتم ببيان عناصر الاشتقاق العام من الأبنية وتصنيفاتها من حيث الاستعمال وعدمه وندرته، ومن حيث تطورها وما يحيط ذلك من تساؤلات تتعلق بمدى تحقق استثمار تلك الأبنية في التوليد المصطلحي، وبقضية الفراغات المعجمية التي شغلت المعاجم وواضع المصطلحات، وتطرقتم إلى الآليات التي يسلكها الاشتقاق العام في صوغ المصطلحات وتوليدها، وأهمية المصطلح العلمي وأهم المعاجم العلمية، ودور الاشتقاق في توليد المصطلح العلمي قديما وحديثا وموضعه بين التعريب والمجاز، وكذلك تطرقتم إلى دور مجامع اللغة ومراكز التعريب في اشتقاق المصطلح العلمي، فمد الله الأستاذة الدكتورة خلود خيرا وتحقيقا وزادها إحسانا وتوفيقا. نبدأ الآن في مداخلتنا. طيب الدكتور عبد الكريم الزهراني، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنك أنا أول اسم معرب. الحمد لله. نعم تفضل. أولا الشكر والله للمجمع على هذه المحاضرة القيمة، وكذلك للمحاضرة دكتورة خلود على هذه الظهيرة الممتعة فعلا والماتعة في قضية الاشتقاق وتوليد المصطلحات أو التوليد عموما، وشكري لك يا دكتور مصطفى على تقديم الروعة الرائعة. حقيقة سؤالي أو ما أريد يعني فعلا أستثمره في قضية الاشتقاق، يعني في قضية الحوسبة العربية، و يعني حقيقة الاشتقاق إنه من خصائص العربية بلا شك، وإنها لغة يعني مع سعتها إلا أنها دقيقة في قضية الاشتقاق. وهنا نريد أن نستثمر مثلا منهجية اللواصق واللواحق وكذلك الاشتقاق الداخلي، كيف يمكن توليد بانضباط، يعني من لأن نعرف أن الحاسب الآلي أو الحوسبة العربية يمكن أن نختزلها في رموز، لأن السعة كبيرة للغة العربية لكنها لا تخلو كذلك من الدقة في قضية الاشتقاق والتوليد من الجذور. فأنا يعني أدعو يعني فعلا الباحثين والإخوة أنهم يستثمروا خاصة في قضية الترجمة، لأن نحتاج فعلا أن يكون هناك سرعة في الترجمة وتوليد وإشغال كما الشاغرة المنازل الشاغرة، لأن النقل إلى العربية ليس مشكلا سنجد له مقابلا، لكن النقل من العربية إلى لغات أخرى سنجد الإشكالية هنا. وكذلك يعني
المصطلحات والدلالات لا شك أنها في العربية أوسع من الألفاظ في لغات أخرى، فهذه في إشكالية. لكن أنا أريد فقط الدقة، من أين تحصل الدقة؟ من الحقول الدلالية اللي ذكرتها الباحثة أنا جزاها الله خير، فعلا مع سعة العربية. أما السرعة فتتفق جميع اللغات في قضية الحوسبة، لأن السرعة الآن تعطيها، أو الآلة يعطيها، الحاسب الآلي يعطيها السرعة، لكن الدقة تحتاج إلى شيء من الاختزال في حقول. مثلا اللواصق ماذا تفيدنا، أو ما هي الخصائص في اللواصق، ما هي الخصائص في اللواحق، ما هي الخصائص في الأشياء الداخلية من الحركات وغيرها، ماذا تولد لنا، أو ما يمكن أن نضبطها تحت قوانين منضبطة وقواعد لا يمكن يحصل فيها اضطراب. هذا الجانب نحن فعلا بحاجته. أما المحتوى العربي فالحمد لله بدأت الآن المحتويات العربية في المدونات تنتشر، و يعني توسم بأوسمة جميلة وقوية، وكذلك حتى في الأسماء الجامدة أو أسماء الذوات، وكذلك أسماء المعاني وغيرها التي يحصل منها الاشتقاق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير على هذه المحاضرة القيمة الممتعة فعلا. الله يكرمكم. يعني شكر الله لكم يا دكتور عبد الكريم، بارك الله فيكم. الدكتور خليفة مساوي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا دكتور، تفضل. شكرا جزيلا. في البداية أريد أن أشكر مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة على هذه المحاضرات التي أصبحت يعني بصفة دورية كل يوم سبت، وفيها طرح إشكالات يعني حقيقية وراهنة تحتاج إلى إعادة نظر وفكر جديد في عصرنا الحالي. وأشكر الزميلة الفاضلة على هذه المحاضرة التي في الحقيقة لو تعطيني الوقت أكثر من ساعتين سأرجع عليها بمحاضرات أخرى. استمعت إلى عرض ولم أرى إشكالية حقيقية في المحاضرة، وهذا العرض نحن درسناه عند الدكتور إبراهيم بن مراد أطال الله في عمره، ونحن طلاب بالجامعة لسنا أساتذة. هذه المعلومات نعرفها ونحن طلبة في مرحلة الأستاذية في الجامعة، ولذلك لم أرى يعني إشكالا أو إشكالية أو قضية معينة يعني تطرحها هذه المحاضرة في قضية مهمة جدا في عصرنا اليوم، وهي قضية المصطلح والمصطلح العلمي أساسا. لا أريد أن أقول أنني مصطلحي، ولكن لدي دراسات كثيرة في المصطلح ومنشورة، وقلت قضية المصطلح هي قضية شائكة في الوطن العربي، ولا الاشتقاق لا يهم، الاشتقاق ليس مسألة وليست قضية في المصطلح أصلا. المهم في المصطلح هو كيف نؤسس المفاهيم. هل نحن قادرون الآن في عصرنا في جامعاتنا على تأسيس مفاهيم علمية بعد ذلك سنلبسها أي لبوس معجمي بالاشتقاق أو بغيره وتصبح مصطلحات؟ ولكن نحن مشكلتنا هي يعني في تأسيس المفاهيم، وتأسيس المفاهيم هذا راجع إلى العملية التربوية والتعليمية في الوطن العربي برمته، لأننا ما زلنا في مرحلة عرض وتلقين ولم نصل إلى فلسفة العلم. ليست لدينا فلسفة اسمها فلسفة العلم إلى الآن. نحن نلقن طلابنا ما يقوله الآخرون، وفي أفضل يعني الحالات نحن نترجم ما يقوله الغرب. وهذه الترجمة فيها كثير من الإرباك، سواء كانت بالاشتقاق أو بالنحت أو بالتوليد أو ما يسمى بصناعة المصطلح، فيها كثير من المشاكل، وذكرتها في كتابي المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم. إذا ما ذكر من أمثلة يا أستاذة هي كلمات وليست مصطلحات. هل سوار مصطلح؟ ليس مصطلح، هو كلمة عامة. وهل باودر مصطلح؟ ليست مصطلح. إذا كان مصطلح إلى أي حقل علمي تنتمي؟ ليست مصطلح، هي كلمة عامة. ولذلك نحن إلى الآن نخلط بين الكلمة والمصطلح، والكلمة أحيانا تتحول إلى مصطلح والمصطلح يتحول إلى كلمة، ولكن بشروط.
كذلك سمعتك تقولين تتميز العربية وتتميز العربية. بنتي هذا الكلام رد عليه ابن خلدون قبل قرون، اقرأ الصفحة 522 تقرأ الآن ما قاله ابن خلدون، أن اللغات كلها شبيهة بالصناعة، لا تفاضل بين اللغات، وهذا أثبتته اللسانيات الحديثة، لا تفاضل بين اللغات، كل اللغات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها. يعني الملكة ما يسمى الآن بفلسفة العلم، هل نحن لدينا ملكة إنتاجية تنتج المصطلحات؟ ليس لدينا ملكة إنتاجية، وحتى المجامع العربية كلها فاشلة دون استثناء. ولذلك نحن نحتاج إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من التلقين وعرض المحاضرات إلى إنتاج العلم في حد ذاته، حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة إنتاج المصطلحات بلغتنا العربية كما فعل القدامى، ويعني سهروا العلوم اليونانية وغيرها في لغة عربية، يعني عربية عربية خالصة. أما نحن اليوم فما زلنا يعني هناك مسافات كبيرة وطويلة جدا عن هذا المستوى، نعم يعني دكتور، في عجالة دكتور، بارك الله فيكم. في عجالة، في عجالة، يعني أن قضية مصطلح، أول شيء لا يوجد مصطلح عربي، هناك مصطلح علمي وليس عربي. العلم لا حدود له ولا جغرافيا له، العلم هو العلم، الرياضيات هي الرياضيات سواء في الدول العربية أو في أي دولة أخرى. إذن فقضية المصطلح بالنسبة إلي هي قضية مفهوم وليست قضية اشتقاق. وشكرا جزيلا. نأخذ مداخلة دكتور محمد، دكتور عبد الملك بالخير حتى يعني إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور ورحمة عبد الله تعالى الملك. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا دكتور. أولا أشكر الأستاذ المحاضرة على هذه المحاضرة القيمة، والتي ربما طرحت فيها بعض الإشكاليات المرتبطة بالاشتقاق. كذلك أشكر القائمين على مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة من الأساتذة والعلماء الأفاضل. في الحقيقة قبل الولوج ربما إلى مناقشة ما يمكن مناقشته مع الأستاذة الفاضلة، إذا تجاوزنا ربما بعض التعاريف التقليدية أو ما بعض المفاهيم التقليدية المرتبطة بالاشتقاق كوسيلة من وسائل التوليد المعجمي، والذي ربما يدرس البنية أو البنى الصرفية وعلاقاتها الدلالية. ربما كذلك إذا تجاوزنا كذلك الاشتقاق كمستوى من مستويات التحليل اللساني، كذلك ربما إذا تجاوزنا ربما إشكالية أخرى وهو علاقة الاشتقاق بوسائل التحليل المعجمي، ربما كذلك في هذا السياق ربما أجد نفسي أتساءل منهجياً، هو أننا لما نتكلم عن الاشتقاق وعلاقته بالمصطلح، السؤال هل ما يقوم به المعجمي بالاستعانة بالاشتقاق هل هو نفسه، هل هي نفس الطريقة التي يستعين بها المصطلحي في دراسة الاشتقاق؟ بمعنى إذا كان المعجمي يهتم بالاشتقاق من حيث تحديد الدلالة أو تغيرات البنية الاشتقاقية للكلمة، فالمصطلحي همه الأول هو تحديد المفاهيم أو ضبط المفاهيم، لأنه في ضبط المفاهيم تسهل عملية أخرى اللي هي عملية تصنيف مجالات الاستخدام أو المجالات العلمية التي من خلالها يمكننا الولوج إلى ضبط المفاهيم وفق مجالات استخدامها. في الحقيقة كذلك هناك سؤال آخر، هو أننا لما نبحث في الاشتقاق داخل اللغات، أو بمعنى لما نبحث في الاشتقاق من الوجهة اللسانية، هل هو نفس البحث من الوجهة المصطلحية؟ لأنه مبدئيا من المسلمات أن اللساني لما يبحث في الاشتقاق فإنه يبحث في إطار اللغات الطبيعية، أو بمعنى يبحث عن اللغات الطبيعية كواقع طبيعية
أو كقدرات فطرية يكتسبها الفرد من خلال احتكاكه بوسطه. لكن المصطلحي يبحث عن الاشتقاق وفق منظور آخر، أو منظور واعي، أو منظور شعوري، أو منظور وكأنه يريد يبحث فيما هو ما ستكون عليه اللغة، ما ستكون عليه اللغة. هذا السؤال ربما يقودنا أو يجرنا إلى سؤال آخر. نحن الآن لما نطلع في أوجه الدكتور عبد الملك بارك الله فيكم، لدينا مداخلات كثيرة إذا سمحت أستاذ مصطفى. قلت أننا لما نطلع على الدراسات الحديثة في الجانب الاصطلاحي، هو أننا نجد نظريات جديدة، وخاصة في الجانب المعرفي والجانب التواصلي. هل فعلا نحن الآن نواكب هذا التطور المصطلحي؟ السؤال الآخر، هل الآن عندنا داخل المنظومة أو منظومة البحث الاصطلاحي داخل المؤسسات التي ترعى اللغة العربية هناك مجهودات فعلا لعلماء مصطلح ينتجون مصطلحات جديدة وفق معرفة جديدة؟ أنا الذي أعرفه من خلال اطلاع المتواضع جدا في هذا المجال أن المسؤولية كلها واقعة على المترجم. اليوم المترجم العربي يعاني مسؤولية مهنية ومسؤولية معرفية في نقل المصطلحات من الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية. بالتالي لابد أن نعيد التركيز أو نعيد إعادة ترتيب البحث في علم المصطلح، بمعنى لابد أن نكون جيل جديد، أو نحاول أننا نضفي بعض المعايير الجديدة في أننا ربما نطور من هذا البحث المهم جدا داخل الثقافة العربية. سؤال آخر ربما كذلك يبقى كذلك ينتظرنا كباحثين في هذا المجال، هو أننا ربما هل فعلا استطعنا فعلا أن نبني أو نكون جيل من المترجمين. وبالتالي لا يمكن فصل المصطلح على الترجمة، لأن العملية كلها عملية مترابطة وعملية وظيفية. في الأخير أشكر الأستاذة وأشكر جميع الحضور من الأساتذة الأفاضل، وأتمنى أن تكون كلماتي أو ما طرحته من إشكاليات قد وصل إلى أذهانكم، وشكرا لكم. شكرا دكتور عبد الملك. الدكتور عبد الكريم العبيدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور، أهلا بكم. مرحبا. بدأ نود أن نشكر القائمين على هذه الفعالية، شكرا جزيلا، وعلى هذا الموضوع الماتع والمهم الذي يثري مساحة البحث في جوانب المصطلحات وغيرها. حقيقة ما تفضلت به الأستاذ الدكتور من كلام نافع ومفيد هو يعد تأسيسا مهما لمسألة الاشتقاق والمصطلح والانتقال إلى آفاق وأفكار أخرى. فمثلا في البدء، يعني في الحديث القدسي، قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي. شققت، يعني من هنا بدأت قضية أن شققت لها اسما من اسمي، أي أخذت أو نزعت لها اسما من اسمي في هذا الحديث القدسي الذي يعرفه الكثيرون. حقيقة الكلمة تختلف من فن إلى فن، والمصطلح ليس يكون دائما بالمعنى الثابت. درسنا كلنا في ألفية ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. لماذا قال كلامنا ولم يقل الكلام؟ لأن الكلام يقصد هنا عند النحويين، أي الكلام عند النحويين له دلالة تختلف قد تكون عن دلالة الكلام عند الفلاسفة وعند علماء المنطق وعند الآخرين. فحقيقة هذه المسألة المهمة. هناك سؤال أيضا، وما علاقة الاشتقاق بالتعريب؟ هل هما متواشجان أم يمكن أن يتقاطعا في مسألة إيجاد تحديد معنى المصطلح؟ وسؤال آخر للأستاذة الفاضلة الدكتورة خلود، جزا الله خيرا، هل هناك محاذير من الاشتقاق أم أن الاشتقاق محمود كله؟
خاصة في ضوء التحذير الذي أطلقه ابن السراج في باب ما يجب على الناظر في الاشتقاق أن يتوقاه ويحترس منه. هذه مسألة. المسألة الأخرى كما بينت الأستاذة في بحثها أن الغاية من الاشتقاق هو التوسع في الكلام وفتح المجال أمام المبدعين لإيجاد بدائل كثيرة في مسألة توليد الكلمات وغيرها. وأيضا أشارت إلى مسألة، وعندي سؤال من هذه المسألة فيما يتعلق بالمجامع العلمية، هل هناك رؤية واضحة في مسألة توليد المصطلحات بين مجامع اللغة العربية أم ما زالت مختلفة في هذه المسألة؟ وأين موقع المجامع العلمية العربية وحتى الإسلامية من هذه المسألة؟ حقيقة سعداء بما تفضلت به الأستاذة الفاضلة، وجزاها الله خيرا وشكرا جزيلا لكم، وتحياتي لكم جميعا. شكرا دكتور عبد الكريم. في الحقيقة قد أشار الدكتور إلى كثير مما تفضلت من بدور المجامع ومراكز التعريب، بارك الله فيكم دكتور. دكتورة بسمة بيومي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مرحبا. بحضراتكم. حفاظا على الوقت، أولا أشكر دكتورة خلود على هذه المحاضرة الماتعة التي يعني نعلم فيها من فيض علمها، جزاها الله خيرا. لي ثلاثة أسئلة سريعة للغاية. السؤال الأول، حضرتك ذكرتي فيما ذكرتي اشتقاقا من كلمة فيسبوك وغيرها من الكلمات، فهل توجد حدودا للاشتقاق من هذه الكلمات الأجنبية؟ لأننا حقيقة نفزع كلما سمعنا كلمات مثل دلت وصيف، فضلا عن أن تقع عيوننا عليها مكتوبة. السؤال الثاني، هل تعد الكلمة ذات شرعية كافية للاستعمال إذا اعتمدها مجمع علمي واحد من مجامع اللغة العربية، أم قياسا على الفقه هناك أيضا رأي للجمهور؟ السؤال الثالث، فيما يتعلق بالمصطلحات الأدبية، هل يعني على سبيل المثال تموضع وتموسق وغيرها من هذه المصطلحات، هل تعد هذه أيضا هذه المصطلحات ذات اشتقاق مشروع أم لا؟ وشكرا لسيادتي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور. دكتورة إيمان نجار، السلام عليكم. السلام عليكم، شكرا دكتور مصطفى، شكرا لمن حضر وحاضر، شكرا سعادة الدكتورة خلود. الحقيقة أن لي وقفات عند الاشتقاق كذا، تساؤلات، منها مثلا تبادل الصيغ في العربية، يعني ما تحليل سعادتكم لتبادل الصيغ في العربية؟ مثلا في قوله حجابا مستورا قالوا ساترا، هذا خلق الله، قالوا يحتمل أن يكون خلق مصدرا أو اسم مفعول بمعنى مخلوق، ما إن دافق ما إلى ذلك. نجد أيضا تناوب التبادل في النحو في حروف الجر، لأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل. فهذا يعني أنا في رأيي باب من ثراء العربية، يعني لا تكتفي العربية أن تقول والله صيغة فعيل هذه أو صيغة مثلا فاعل تأتي لكذا، بل تصبح يعني تلجأ إلى التبادل أيضا. أيضا مما يلفت النظر أن قد تأتي الصيغة الواحدة في بابين، كما في صيغة أيضا فعيل في صفة المشبهة وصيغة المبالغة. يعني هل كان من الصعب أن تخص العرب كل باب بأوزان مختلفة؟ لما مثلا جاءت صيغة واحدة في بابين في صفة مشبهة وصيغة مبالغة؟ أيضا نجد في القراءات القرآنية تبادل في القراءات، كما في قوله تعالى المحصنات والمحصنات، اسم الفاعل جاءت قراءة باسم الفاعل وقراءة باسم المفعول، المخلصين المخلصين. هذا التقارب والتبادل بين المشتقات حقيقة مما يستحق الدراسة. أيضا مثلا اسم الفاعل وصيغة المبالغة، وإننا جميعا حذرون حاذرون، أتوقع أنه هذه دراسات جميلة لطلابنا في القراءات. أخيرا أسأل عن ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، وكثيرا ما كنت أقف عنده، يعني أيضا أتساءل يعني هل كان من الصعب أن تضيف العرب تاء؟ يعني لما تقول امرأة صبور ورجل صبور، طبعا بضوابط إذا ذكر أو حدد بالموصوف أو بقرينة، لما يعني ما المساواة؟ هل هي دعوة أيضا التفاتة عربية قديمة للمساواة وتمكين المرأة؟ لا أعلم لماذا، يعني لماذا هنا يعني خصت أوزانا يستوي فيها المذكر والمؤنث، مفعول بمعنى فاعل، صبور وجريح، و يعني هذه هو مفعيل ومعطير ومعطار.
لا أعلم حقيقة أنا ما سبب هذه الأوزان التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، بل إن هناك مثلا المصادر وغيرها وبعض الكلمات يستوي فيها الواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث مثلا، فإنهم عدو لي، إنهم عدو لي. وأيضا في قوله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق، صديق هذه أيضا تستوي فيها الواحد والاثنين والجماعة. حقيقة هذه تحتاج دراسات كذا دلالية عميقة في هذه اللغة الثرية. وشكرا. شكرا دكتور، يتاح له الاتصال. دكتورة، مع يعني معذرة أثقلنا عليكم في المداخلات، لكن إن شاء الله يعني بعضها من بعض، يعني يمكنكم أن تجيبوا عن ما تستطيعون إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا بدي أشكر كل الذين قدموا مداخلاتهم، أشكر الحضور جميعا، وكما قلت أسأل الله عز وجل أن تكون مفيدة لهذه الندوة. ما طرحه الأساتذة الكرام جميعهم يستحق وقفات طويلة ويستحق محاضرات إضافية في أوقات لاحقة. الأستاذ الدكتور عبد الكريم الزهراني، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. تحدثت عن حوسبة الحوسبة وتحدثت عن سرعة المواكبة، لأن الزمن لا يحتمل المتباطئين، أوافق بشدة. وأن الأهم مع السرعة هو الدقة، أيضا أوافق بشدة. بالنسبة للاتفاق على معاني اللواصق، هذا الأمر وجد معاندة شديدة من أهل العلم، بمعنى المتخصصين في الفيزياء والكيمياء، لأن اللاصقة مع جذر ما قد تعني شيئا، ومع جذر آخر قد تعني شيئا آخر. فالمحافظة على دقة المعنى أهم من الاتفاق على مقابل لكل لاصقة. الحفاظ على دقة المصطلح يأتي أولا. فهذه وجدت، يعني سأقول وجدت، معارضة شديدة لدى أهل العلم، العلماء المتخصصين في العلوم المختلفة، لأنه في المصطلح العلمي الاتفاق والدقة والوضوح والدلالة على المفهوم هي العناصر الأساسية. ولكن شكرا على كل ما تفضلت به يا دكتور عبد الكريم، أوافقك على كثير مما ذكرت. الأستاذ الدكتور خليفة ميساوي، الحقيقة الموضوع هو الاشتقاق، موضوع المحاضرة هو الاشتقاق، وليس ما هو الأهم في قضية المصطلح العلمي العربي. لا يختلف اثنان في أهمية الوقوف عند المصطلح، المفاهيم العلمية. وطبعا أيضا لا يختلف اثنان في أن أي لغة في العالم تستطيع أن تكون علمية. لكن لماذا يقال إن العربية غير صالحة للتعليم في الجامعات والمدارس؟ لماذا ندرس الطب بالإنجليزية أو الفرنسية؟ لماذا ندرس الفيزياء بغير لغتنا؟ لا أحد يتحدث عن لغة أهل التبت، اللي هي isolated language. لا أحد يتحدث إلا عن فشل العربية في مواكبة العلوم والفنون، ولذلك نحن ركزنا القول. لكن كل لغة في الدنيا يمكن أن تكون لغة علمية، اللغة العلمية عالمية. المفهوم في الرياضيات هو نفسه المفهوم في الإنجليزية، هو نفسه المفهوم في العربية، وهكذا. حين تحدثت عن إسورة ورسوة، أنا لا أقصد دكتور خليفة الرد عليك، فأنت ما تفضلت به كان غاية في الأهمية. أنت يعني أوردت عددا من الإشكاليات الجديرة بالاهتمام، وأنا أقرأ لك الحقيقة، قرأت لك في موضوعات النص والخطاب، ويعني أحب ما تكتب، وما تفضلت به عظيم. لكن موضوع المحاضرة كان الاشتقاق ودوره في توليد المصطلح. لا، حين تحدثت في البداية تحدثت عن طرق تنمية الألفاظ وليس تنمية المصطلحات. ما هي السبل التي تسلكها العربية في توليد ألفاظها؟ وهنا وردت أنواع الاشتقاق، وردت إسورة ورسوة وغمنة وغمرة وإلى آخره. نحن كنا نتحدث عن توليد الألفاظ، ثم انتقلنا للحديث عن توليد المصطلح. فهنالك طبعا فرق، إسورة ليست مصطلحا، وباودر وكريم ليست مصطلحات، وإنما كنا نتحدث عن طرق العربية في تنمية ألفاظها. نعم، هنالك إشكاليات كبيرة تواجه توليد المصطلح. اقرأ إن شئت في الكتب المتصلة بالبلاغة الجديدة.
أو في اللسانيات. اقرأ كتاب وضعه الأساتذة المغربيون، وآخر وضعه مثلا بسام بركة من لبنان. مثلا يمكنك أن تجد الإشكاليات الحقيقة في وضع المصطلحات، وإن كنا نرفع القبعات لكل من قدم وبادر ووضع كتبا جديدة في هذه العلوم وهذه الحقول الجديدة، لكن ستجد الإشكاليات الحقيقية، إشكالية وضوح المصطلح بإزاء المصطلح الغربي، مصطلح براغماتيكس، براغماتية، تداولية، ذراعية إلى آخره. هنالك إشكاليات حقيقية في توحيد المصطلح، في دلالة المصطلح على مفهومه كما جاء ممن وضعه أصلاً، اختلاف الدارسين في حدود المفهوم. لا ريب أن هذه إشكاليات حقيقية، لكن هذا لم يكن هو موضوع المحاضرة. موضوع المحاضرة كان دور الاشتقاق في توليد المصطلح، وما الذي صنعه القدامى والمحدثون في توليد المصطلحات فيما أنجز، وليس الإشكاليات التي تواجه المصطلح العلمي العربي وهي مشكلات حقيقية. أنتقل إلى الأستاذ دكتور عبد المالك بالخيري، وأشكره أيضا، أشكر يعني كل المتداخلين قدموا إضافات حقيقية للمحاضرة، ولا أزعم أنني يعني كنت أفضل منهم. عبد المالك بالخيري، شكرا جزيلا، أوردت أسئلة مفصلية وبنيوية. هل عمل المعجمي مع الاشتقاق يشابه ما يقوم به المصطلحي؟ بالضرورة الأمر مختلف، المنطلق مختلف، ما ينظر إليه المصطلحي أمر مختلف. فكما تفضل دكتور ميساوي، مسألة المفهوم الكونسبت هو المهم في قضية المصطلح، ضبط المفاهيم وتصنيف مجالات الاستخدام، كل هذه مفاصل حقيقية في عمل المصطلحي، ولذلك هو مختلف عما يقوم به المعجمي بالضرورة. فأنت يعني أوردت أسئلة تكاد تكون إجاباتها هي بحث جديد مهم جدا، فشكرا جزيلا لك دكتور عبد المالك، يعني أحسنت إحسانا كبيرا الحقيقة. حين نبحث في الاشتقاق من الوجهة اللسانية يختلف عما نقوم به من الوجهة المصطلحية بالضرورة، لأن الاتفاق على المصطلح أو على المفهوم جزء أساسي من عمل الباحث في المصطلحات. طيب، سؤال آخر أوردته، هل نجد نظريات جديدة في الجانب المصطلحي؟ هل نواكب التطور في علم المصطلح أو المصطلحي؟ لا طبعا، نحن لا نواكب. يعني أدلل على ذلك بأن تدريس علم المصطلح أو المصطلحية ليس موجودا في كل الجامعات العربية ولا في كل أقسام اللغة العربية. نحن لدينا في الخطة مثلا في برنامج الدكتوراه، وليس موجودا في برنامج الماجستير وبرنامج البكالوريوس على أهمية ذلك. أصبح يعني وضع علم المصطلح أساسيا أو المصطلحية علما أساسيا. هل لدينا جيل جديد من العلماء؟ هنالك جهود ضخمة من إخواننا المغاربة في مجال المصطلحات في الحقول الجديدة وأيضا المشارقة، لكن نحن بحاجة إلى تأسيس ومأسسة مثل هذا العمل بالضرورة، وإيجاد جيل جديد من المترجمين مع يعني أرضية لسانية واضحة في علم المصطلح وفي توليده. دكتور عبد الكريم العبيدي، أيضا شكرا جزيلا لك، وطريقة التوليد، وأن الكلمة تختلف من فن إلى آخر، طبعا بالضرورة. مثلا مصطلح المفرد في علم النحو، في علم واحد تجد في علم النحو والصرف المفرد خلاف المثنى والجمع، والمفرد خلاف الجملة وشبه الجملة، والمفرد خلاف المضاف والشبيه بالمضاف. في علم واحد ستجد تعدد، نعم، ما علاقة الاشتقاق بالتعريب؟ يعني هي طرائق في تنمية الألفاظ، لكن التعريب بمعناه الشامل اللي هو جعل اللفظ عربيا يشتمل على الاشتقاق وغيره. أما التعريب المقصود به التعريب الصوتي transliteration، فهو يعني إدخال اللفظ الأعجمي إلى العربية مع يعني مع ما يسميه العربي صوتيا وصرفيا، كما في درهم وغيرها كما تعلمون. هل هنالك محاذير من الاشتقاق؟ بمعنى
أن يوضع أولا الاشتقاق ثم وضوح. لا طبعا علينا أن نهتم بدقة المصطلح أو المفهوم ووضوحه بشكل أساس، وأنا قلت هذا في المصطلح الطبي لجأنا إلى النقل المجازي لكن الوضوح لم يتحقق. نقول هذا أيضا مع الاشتقاق، الفكرة بوضوح المصطلح أولا ودقته عند أصحاب العلم أو اللي هو السياق الخاص الذي يستخدم فيه، ثم تأتي الطريقة أو الآلية أو غيره. دكتورة بسمة، شكرا جزيلا لمداخلتك. هل هنالك حدود للاشتقاق من المعرب؟ هذا لا يفضل طبعا، الاشتقاق من المعرب لا يطلق، مثل فسبكة وفلترة وإلى آخره. بالضرورة اللفظ العربي له أولوية شريطة أن يؤدي المعنى. هل تعد الكلمة شائعة أن اختارها مجمع واحد من المجامع؟ لدينا اتحاد المجامع العربية، ونسأل الله عز وجل أن يكون توحيد المصطلح العلمي العربي يعني أولوية ليكون يحمل المدلول ذاته. أنا أقرأ عند المغاربة المصطلح ثم أقرأ عند المشارقة بمعنى آخر، وهنالك خلافات جمة بين الدارسين والنقاد، وفما بالك يعني الأمر فيه خلافات كبيرة حقيقة، وقد تضع المجامع مصطلحات ثم لا يلتفت إليها أحد، ولذلك يسري التداول والشيوع ضوابط مهمة في اختيار المصطلحات، يسري وسهولة التداول مع دلالته على المفهوم. المصطلحات الأدبية أيضا لا مشكلة في تموضع، يعني الاشتقاق من الجامد أو يعني إيجاد مشتقات جديدة أو محدثة مولدة شرطة أن تكون دالة، لا أرى ما يمنع ذلك. شكرا لمداخلتك دكتورة بسمة، أضأتي إضاءات جميلة. بالانتقال إلى العزيزة الدكتورة إيمان النجار، أريد أن أقول يا دكتورة إيمان، أنا لا أعرفك لكنك قدمت أفكارا لطيفة جدا تصلح أن تدخل في sociolinguistics يعني علم اللغة الاجتماعي، قضية تناوب الصيغ جميل، سواء التناوب النحوي أو التناوب الصرفي. وأنا لي رأي أن البنية حين تأتي وهي مقصودة، خاصة حين يتصل الأمر بكتاب الله عز وجل، فحجابا مستورة ليست مثل حجابا ساترة، وعيشة راضية ليست مثل عيشة مرضي عنها، فالأمر مختلف. وكذا في حروف الجر وكذا، فالبنية مخصوصة، وحين نأتي بحرف جر فنحن نقصده. يعني هذا ما أدرسه لطلبتي، وأرى أن كل بنية مقصودة لذاتها، خاصة في كتاب الله عز وجل. قضية استخدام الصيغة الواحدة في بابين، هذا موجود في كل اللغات يا دكتورة إيمان. مثلا فعيل قد تأتي للمصدرية رحيل، أو تأتي صفة مشبهة كريم، هذا موجود مثله في اللغات الأخرى، ويتكفل السياق بالتمييز بين الدلالات. لكن أن تأتي أكثر من قراءة قرآنية مثلا ببنى مختلفة، جميل جدا أن يكون موضوع دراسة محصنات، ويرى أحد الدارسين أن كل قراءة تضيء جانبا من المعنى وتتكامل في تقديم الدلالة الكلية النهائية، وهذا موضوع جميل جدا ويصلح أن يكون كما قلت كل فتاتك تصلح أن تكون بحوث مختلفة. ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، هذا موضوع لطيف جدا يمكن أن يتصدى له الباحثون، لماذا هذه الأبنية دون غيرها يستوي فيها المذكر والمؤنث، ولماذا يخرج على هذه القاعدة في بعض السياقات فنذكر ونؤنث، ويجب أن نقول صبورة في بعض السياقات كما قال علماء الصرف. فأيضا هذا موضوع اجتماعي لغوي أو لغوي اجتماعي جميل. قضية التطابق الإحالي الصرفي النحوي، هذا موضوع كبير جدا ووضعت فيه دراسات مختلفة، لماذا أحيانا نفرد مع الجمع أو نجمع مع الإفراد، إنهم عدو، أحيانا نفرد وأحيانا نجمع، وليس فقط في هذه الصيغة بل في صيغ كثيرة. وأنصح بالعودة إلى كتاب اللهم صل على سيدنا محمد العلائي اللي هو صيغ العموم،
التفت العلماء الأصول كثيرا إلى صيغ العموم، وأن أحيانا نخبر عنها بالمفرد وأحيانا نخبر عنها بالجمع. كل مرات نقول كلهم عدو أو كلهم أعداء أو غير كل. التفت علماء الأصول إلى دلالة الإفراد ودلالة الجمع، فهذا موضوع لطيف ويدخل في الخروج على مقتضى الظاهر لدى البلاغيين، لكن الإشارات التي أشرت إليها كانت جديرة حقا بالوقوف. شكرا، شكرا للجميع، كل ما قدم هو ذو نفع وفائدة، وأشكر هذه الإضافات حقا. تفضل دكتور. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم أستاذنا. الصوت مسموع الآن؟ نعم، تفضلوا. شكرا لك. أولا أعتذر، لأنه يبدو أن المشكلة الصوتية كانت عندي في الجهاز وصلحتها مؤخرا. ثانيا شكرا للمحاضرة الكريمة الأستاذة الدكتورة خلود العموش على هذه المحاضرة الثرية، والشكر موصول لمجمع مكة والقائمين عليه. حقيقة ثراء علمي متواصل أسبوعيا، محاضرات متنوعة على مستوى الوطن العربي، فيشكرون على هذا المجهود الرائع. موضوع المحاضرة لهذا اليوم موضوع مهم، الاشتقاق ودوره في توليد المصطلح العلمي العربي. هذا من الموضوعات المهمة حقيقة، ويتصل بحياتنا. هناك موضوعات تناقش وتدرس في الجامعات، وهناك رسائل علمية، ولكنها بعيدة الصلة عن حياتنا، ليست متصلة تمام الاتصال بحياتنا. هذا من الموضوعات المتصلة بحياتنا. طبعا تعليقي الآن بعد أن انتهت المداخلات والأستاذة علقت عليها، يعني لا معنى له، ولكن ربما أردت أن أنتصر على هذا الميكروفون الذي لم يفتح معي وانتصرت عليه مؤخرا. تعليق يسير، أقول لماذا لا ينجح المصطلح العربي؟ هناك مشكلة، لا ينجح المصطلح العربي. يعني ليست لدينا مشكلة في اللغة، لكن طبعا اللغة العربية لغة ثرية جدا في المشتقات وقادرة على توليد المصطلحات من أثر اللغات في العالم، لكن أحيانا لا ينجح المصطلح العربي. هناك سبب حقيقة. المصطلح يحتاج إلى توفر عناصر حتى ينجح. العنصر الأول عنصر الاشتقاق، صحة الاشتقاق. لابد أن يكون الاشتقاق صحيحا، وكما سمعنا في بعض المداخلات وأيضا في كلام الدكتورة خلود، هناك مصطلحات لم تنجح لمشكلة في المصطلح، مشكلة في الاشتقاق، لذلك لا ينجح المصطلح. الشرط الأول صحة الاشتقاق، لكن صحة الاشتقاق وحدها لا تكفي لنجاح المصطلح. ما العنصر الثاني؟ العنصر الثاني هو ملء الفراغ، المسارعة إلى ملء الفراغ. يعني حينما يأتي المخترع، تأتي المسألة التي تحتاج إلى مصطلح، يوجد فراغ. هذا الفراغ لابد أن يملأ. إن ملئ هذا الفراغ بمصطلح أجنبي وتمكن هذا المصطلح، فإنه سيقضي على المصطلح العربي، ولن يجد المصطلح العربي أي فرصة للنجاح، لأن هذا المصطلح الأجنبي ملأ الفراغ، خلاص انتهت. فصحة الاشتقاق المسارعة إلى ملء الفراغ. ويأتي العنصر الثالث الذي يؤدي من عناصر النجاح، وهو قبول المجتمع العلمي أو المجتمع الشعبي أو الشارع للمصطلح. إذا قبل الشارع، إذا قبل المجتمع العلمي، هذا الشارع وهذا المجتمع هو الذي يحمل على أكتافه هذا المصطلح،
فينجح المصطلح. فهذه العناصر الثلاثة لابد أن تتضافر حتى ينجح المصطلح. أخيرا وأختم بهذا أقول المشكلة لدينا في المصطلح أن الأعمال فردية، اجتهادات شخصية، اجتهادات علماء، فلان هنا وفلان هنا وفلان هنا، وهذا يجتهد وهذا يجتهد، ولذلك لا تنجح. لابد من أعمال منظمة، لابد من مؤسسة علمية ترعى هذا الأمر. وأنا أقترح أن تكون المؤسسة التي نتوقع أن ترعى هذا الأمر هي مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. أقترح تكوين يعني ذراع للتعريب، تكوين يعني مؤسسة خاصة داخل المجمع أو أي شيء، المهم أن يكون هناك جهة راعية للتعريب وتراعي هذه المشكلات أو هذه العناصر الثلاثة. وشكرا لكم على هذه المداخلة، شكرا لكم على إتاحة الفرصة. شكرا. شكرا الله لكم دكتور عبد الرزاق، بارك الله فيكم. دكتورة خلود، هل لكم من أشكر الدكتور عبد الرزاق الصاعدي، وأنا سعيدة جدا بانتصاره على المصوات في مقابل مايكروفون، فالحمد لله ربنا يسر وانتصر عليه. العمل الموحد والمنظم، العلم العربي الموحد والمنظم مطلب للجميع، وأسأل الله عز وجل إنه أن يتحقق ذلك. الإفادة من قضايا الحوسبة، حوسبة اللغات أيضا سيكون بابا يعني واسعا. مجمع اللغة العربية في عمان بدأ خطوات في يعني الحديث عن المحللات الصرفية والمحللات النحوية إلى آخره. لا ريب أن المصطلح الأجنبي يسري كالنار في الهشيم كما قالت إحدى المتداخلات كتبت ذلك بالضرورة. هذا يعود إلى ما أشار إليه ابن خلدون في قضية الغالب والمغلوب، وأن المغلوب مولع بكل شيء يأتي من الغالب، وأننا سنبقى يعني متأخرين الدرجة ما لم نكن منتجين للمعرفة بالضرورة. أسأل الله عز وجل أن نسير سريعا إلى أن نكون أمة علم كما بدأنا، أمة اقرأ التي تفتح لها مغاليق العلم، ونكون منتجين للمعرفة لا مستوردين لها. حينئذ سيكون مصطلحك هو الذي يسري سريان النار في الهشيم عالميا. ليس لعيب في المصطلح العلمي العربي، في المصطلح ليس لعيب فيه أنه جاء بالعربية، وإنما لأنهم هم الذين ولدوا المفهوم الكونسبت كما قال الدكتور ميساوي مشكورا. وأشكر لكم حسن الاستماع، سعيدة بهذا اللقاء العلمي المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمل إخوتنا القائمين على مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة، زادها الله شرفا. وأكرر شكري للأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي والدكتور الغامدي وللصديق الدكتور مصطفى شعبان الذي يعني شرفنا بالتعرف إليه في هذا اللقاء، وهذه الجهود بمداومتها سنصل إلى ساحل من نوع ما إن شاء الله، أسأل الله أن يكون قريبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الختام أتقدم بأخلص الشكر والتقدير لسعادة الأستاذة الدكتورة خلود العموش على لقائها المتميز والمجدد الذي أكد على الحاجة إلى مزيد اهتمام بالاشتقاق وتفعيل دوره في إنتاج المصطلح المقبول الصحيح، وأن الاشتقاق هو باب العربية الأكبر الذي تزدلف منه إلى مواكبة تطور المعارف وتسارع ثورة العلوم، وأننا متى صرنا منتجين للعلوم لم يعزب علينا أمر تدريسها بالعربية ولا صياغتها بها، لكن لا ضير باتخاذ الترجمة جسرا نعبر به إلى بر ترسم عليه سفائن العربية لتنتج المصطلحات العربية خالصة سائغة للناطقين، وأن اللغة العلمية لغة عالمية، ويوم أن كانت العربية لغة عالمية أنتجت منجزاً هائلاً من النظريات المعرفية والمصطلحات العلمية، ولذلك لم يرتب أحد في عدها أحد أعظم اللغات التي أسهمت في وضع لبنات الحضارة الحديثة
في مختلف حقولها المعرفية، فالفوز دائما للمصطلح السابق والمنتج الغالب. شكرا جزيلا سعادة الأستاذ دكتورة خلود العموش، وكل الشكر والتقدير لكل من شاركنا من الضيوف الكرام. ونود أن نلفت عناية حضراتكم إلى أنه في حال الرغبة في إصدار شهادة حضور نرجو ملء النموذج المرسل. كما نود أن نشير إلى أن لقاء في الخطاب والأخلاق بين المسؤولية التلفظية والمآلاتية يصحبنا فيه سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الخطيب الأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم دكتور، شكرا جزيلا، دائما الله مع السلامة. إلى اللقاء. مع السلامة.